سألت عليك في البيت قالوا انك لسه ما روحتش. انت ايه اللي مقعدك في المكتب لغايه دلوقتي؟ خير يا مراد؟ هو انت ليك عين تتضايق؟ امال المفروض بقى انا اعمل ايه بعد ما اتهمتني بالبطل وتهجمت عليا لاول مره بعد العشره دي كلها؟ من غير حق يا مصطفى، بكره الايام هتثبت لك انك غلط، وده كمان هثبت لك. دي نتيجة الدي ان ايه، اقراها. كارما مش بنتك يا مراد، مش بنتك. وكل خوفك وانفعالك عشان هدول كانوا في غير محلهم. انت متأكد؟ انت بتسألني انا؟ وانا مالي؟ ما نتيجة الدي ان ايه قدامك اهي. انا اسف يا مراد، انا ما كنتش اعرف ان الموضوع ده هيضايقك كده. كنت حاسس ان في حاجة بتربطني بيها، كلامها معايا، نظراتها ليا. معقول احساسي ده كان غلط؟ نعمل ايه بقى، ما كلنا حبيناها، لكن للأسف طلعت نصابة ومثلت علينا. تصدق اتمنيت تكون بنتي بجد، اتمنيت اخدها في حضني واعوضها عن السنين اللي كانت فيها بعيدة عني. ازاي بقى؟ انت عارف اللي حصل، وكل حاجة تمت على ايديك وبمعرفتك. يمكن كنت عايز اسامح نفسي على اللي عملته فيها. لو كارما كانت طلعت بنتي كانت هتحقق لي الاحساس ده. انسى انسى مراد، انسى بقى. المفروض بعد السنين دي كلها تكون نسيت. كارما عادت كل حاجه من الاول، لكنها امبارح. سارة، أنا عارفة إن في حواجز كبيرة بيني وبينك. إيه الحكاية بالظبط يا ماما؟ الحكاية إن أنا متضايقة إن أنا وإنتي بعاد عن بعض. متضايقة وحزينة إن بنتي اللي بحبها قوي مش قادرة أخليها تشوف وتحس الحب ده. مامي لو سمحتي بطلي طريقة الكلام دي، أنا ما بحبهاش. أنا عارفة إني غلطت في طريقة تعاملي معاكي. كنت عايزاكي تعيشي بطريقتي، تعملي اللي انا شايفاه صح. لكن صدقيني يا ساره، عمره ما كان قصدي انك تتضايقي وتكوني حزينه. بالعكس، انا كنت عايزاكي تبقي مبسوطه. ده انا عمري ما تمنيت حد يبقى احسن مني الا انت وشريف. بصي يا ساره، انا مستعده اعمل اي حاجه ترضيكي. عايزاكي ترجعي زي الاول، عايزة أرجع أقرب واحدة ليكي، تعيطي تضحكي في حضني أنا بس. تأخر قوي الكلام ده يا ماما. ياه لا فات عليه كتير. سارة، أي حاجة أنت عايزاها وترضيكي أنا مستعدة أعملها، حتى جوزك أنا مستعدة أتقبله. هو مش من مستوانا ومش زينا، بس مش مهم. أنت شايفاه صح يبقى صح. أنا عارفة إن أنت محملاني طلاقك من كريم، مش عارفة أعوضك إزاي. لكن بصي، أوعدك أنا هتعامل معاه كويس لما يبقى يجي هنا علشان يشوف ابنه. ليه كل ده؟ تعملي كده ليه؟ علشان أنا عايزة بنتي حبيبتي ترجع لحضني. ممكن؟ ايه ده، انت بتعملي ايه يا حبيبتي؟ زي ما انت شايف بجهز شنطتك. ايوه بقى، هي دي المفاجآت. اخيرا سمعت كلامي، هنروح نقضي كام يوم كده في السخنه. سافر انت براحتك، حاجه ما تخصنيش، المهم عندي تمشي النهارده.
مش فاهم. اللي مش مفهوم في كلامي؟ مش عايزه اكمل معاك، فهمت كده؟ انا مش عايزه اكمل معاك. ليه يا ساره؟ انا ضايقتك في حاجه؟ يا سيدي من غير اسباب. زهقت، قرفت منك، مش قادر استحملك. انا حره، مش عايزاك. فجاه كده؟ طب انا عملت ايه بالظبط؟ ممدوح ما تصدعنيش، ما تصدعنيش. انت النهارده تمشي وتلم حاجتك، وانا من بكره هبتدي في اجراءات الطلاق. احنا كنا كاتبين في عقد الجواز ان انا ممكن اطلق نفسي. طلاق؟ ليه يا ساره؟ انا مستعد اعمل اي حاجه عشان ارضيك. انت ما بتفهمش خالص؟ مفيش احساس؟ انا بقول لك انا مش عايزه اكون معاك. هتمشي بقى بالذوق ولا اجيب الخدامين يرموك زي الكلب؟ كلب؟ انا عملت ايه عشان تهنيني بالطريقه دي؟ انا عملت ايه اصلا غير ان حبيتك؟ انا استحملت حاجات مفيش راجل يقبلها على نفسه، اهانات وقله قيمه وتهزيق، ودست على كرامتي بالجزمه، ورضيت اكون الاراجوز جوز الست عشان بحبك، وقلت يمكن في الاخر تحبيني او حتى تحس بيا. كفايه. لكن ما كنتش متخيل اني زي اي حاجه بتشتريها ولما تقدم ترميها وتجيبي غيرها. ساره انا ما جريتش وراكي، انت اللي طلبت اننا نتجوز. كنت متاكده ان انا مش طمعان فيكي، ولا مستني فلوسك ولا وظيفه ولا عربيه. كل اللي كنت مستنيه معامله كويسه وشوية كلام تطبطبي بيهم عليا، في الآخر هترمي زي الكلب.